واش لا فامي، السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو. واش لا فامي، السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو. واش لا فامي، السلام. واش لا فامي، المهم واش لا فامي، السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد. واش لا فامي، السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو. واش لا فامي، السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد او فلوق جديد. مهم كما قريتوا في العنوان، علاش بغيت نحبس يوتيوب والاسباب اللي خلاتني انني نفكر انني نحبس يوتيوب. حقيقه في الاول ملي بديت يوتيوب كنت وعدتكم وكثير شي في هذا رمضان، في رمضان وعدتكم باللي غادي نبقى كل نهار فيديو، ولكن هذه شحال ما درتش فيديوهات حتى لهذا النهار. وقبل هذا الشيء كامل مازال ما بديناش الفلوق ديالنا. واش لا فامي، السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد او فلوق جديد. بالنسبه لانك تستمر هكا كل نهار فيديو ولا تستمر في يوتيوب كامل، حاجه اللي ماشي سهله في الحقيقه واللي صعيبه بزاف. وهذا الشيء علاش قررت انني بلاص ما نبقى نحط كل نهار فيديو، لحقاش كاين بزاف ديال المشاكل وما غاديش تخدم واحد المحتوى اللي زوين، برغم انني صورت بعض الفيديوهات اللي ما عجبونيش وما نشرتهمش. وهذه المره الاخيره راني درت الفيديوهات بزاف ديالي الحقيقه اللي فيهم كوبي رايت، وهذه مسحتهم شي 70 فيديو ولا اللي مسحتهم فيهم كوبي رايت. هذا كيبرر علاش الناس كيقولوا لي علاش ما كديرش لي سينيماتيك، وانا على هذا السبب ما كنديرش لي سينيماتيك، لحقاش كوبي رايت ولاو عندي بزاف بشكل يومي، وليت كنتواجه مع الكوبي رايت. هذا الشيء علاش مسحت شي 50 فيديو ولا على الكوبي رايت، 50 فيديو فيهم كوبي رايت، واخا كي كنت مسحت ليش قناه لحقاش كوبي رايت ماشي من ذاك النوع اللي مجهد منه، يعني ماشي ديت المحتوى ديال الناس، يعني الفيديو ديالي فيه كوبي رايت، فيه بعض المحتوى اللي ماشي ديالي. كما قلت لكم صورت بعض الفيديوهات اللي ما قديتش انني نشرهم لحقاش ما جاش فيهم شي حاجه اللي زوينه، وبالمناسبه انت اللي ما جاش فيهم حاجه زوينه هاد السيمانه ولا فوتنا واحد الايامات اللي زوينه بالشتا، ويبان لي هادي تجي هاد الايامات شي استيوا اللي زوينه مع هاد الغياب. هاد الشيء علاش غادي نحط لكم بعض اللقطات من واحد الفلوق اللي صورت وما نشرتوكمش. في 19 صباح الخير الاخوان. المهم اليوم ثاني في رمضان، دابا راه خاويه ما كاينش اللي خارج ولا راه زوين تاع 7:30 ولا فقنا مع الصباح، يا اما غادي نخدمو هاد النهار يا اما غادي نمشيو ندفعو لاكارت. المهم نمشيو نشوفو لاكارت واش واخا التور مازال، شوف واش تدفع ولا لا. او ما هما كلاب راه محيحين هنايا. هاد النهار مشينا نخدمو ساعة شتي وراه حتى هنايا وطريق، ساعة شتي وراه مجهدة وما كايناش خدمة، دونك غادي نمشيو نبداو الفلوق ديالنا فشي بلاصة. قبيلة كنت كنقول لكم بلي لاكارت كانوا عطاوني الرونديفو بعيد وبحال والو، غادي نهود عندهم نشوف شي بوليسي نقول له ودي راك تما إلا ما جا شي واحد ولا نفوتو، ونشوفو إلا بغاو يفوتونا. راه من ديك المرة نتاع داك الفيديو دفعت لاكارت وراه مازال الرونديفو بعيد. المهم دعم ودعم وجون جمعين ودعم الله واحد واحد الحاجه الناس كتفرج اللي ما مشتركينش 81% واللي مشتركين يلا كيشوفوا 19% ولا، دونك يعني بزاف اللي كيتفرجوا في الفيديوهات ما مشتركينش، دونك الا كنت مازال ما اشتركتش في القناه ما تنساش تضربك تشترك في القناه. يا الاستيوا البارح استيوا مريقله، هاي استيوا. المهم هاي الشتيوا الشتا خيط من السما عاد كي طلعت هاك تشوفوني كي وليت. دونك هاد النهار ان شاء الله ما كاينش لا فلوغ لا والو برا، غادي نصورو غير هنايا في الدار، غادي نصورو غير هنايا في الدار نفوتو دروك. قسما بالله جات نفخت هاد النهار، ضليت ناعس غير في الدار، عاد دروك خرجت المغرب راه قريبة تبدل شوية، ولكن الشتا راه مازال طايح الأيام تبارك الله، الشتا مريضات الدعوة باقية مغيمة العشية تانية تكون فيها شي شتيو. وعاد راني كندير في التيك توك مبروكات. بالمناسبة معرفتش واش لاحظتوها ولا لا، مي ربيت هاد المرة الموساج ودرت الموساج وبدلت الستيل وليت بحال زوز بلوط. الحقيقة كاين مجموعة ديال الأفكار اللي واعرة إن شاء الله، ولكن مازال ما خرجوش للتطبيق، وإن شاء الله غادي نطبقوهم هاد كل سيمانة فيديو، لحقاش هادي كل وقت، دونك غادي نخدمو فيديوهات اللي إن شاء الله غادي نحاولوا أنهم يكونوا زوينين ويكونوا في المستوى وتكون شي حاجة اللي زوينة.
هي في الحقيقه كنظن انه كل سيمانه فيديو يكون زوين كنظن حسن، ولكن مازال ما قررتش يعني الوقيته والساعه، يعني النهار والساعه ان شاء الله غادي نقرروا وغادي نقولها لكم. ولكن واخا كما كرهتش انكم تعاونوني في الكومونتير باش نعرف الوقيته اللي نقدر نلونسي فيها فيديو في السيمانه، وكنظن انه غادي يكون نهار الخميس مع جوايه 6 ولا، وان شاء الله نحاولوا انهم يكونوا فيديوهات اللي يكونوا زوينين، يعني ما داك كل نهار فيديو صعيبه بزاف وراه ماشي سهله باش تخدم كل نهار فيديو، وكل نهار فيديو كيخليك انك دير واحد المحتوى ماشي تال تما، ماشي داك المحتوى اللي انت يا باغي دير، وان شاء الله مولين انه غادي يكون محتوى اللي واعر بزاف. مهم بالنسبه للماتريال ديالنا وبالنسبه للتصوير اللي كنا كنصوروا يكون واعر، ماشي غادي نقول لكم يكون واعر بزاف زعما يتقارنوني مع يوتيوبر اخرين ولا فلوجر اخرين، ولكن غادي نحاولوا انه يكون داكشي يعني زوين حسن من الفيديوهات اللي فاتوا. العصر راه يودن، الله اكبر على الحق. فيما كنجي كنصور كنجي نصور حدا الطريق والضجيج ديال الطريق. جيت لهنايا بديت نصور واحد الدراري رامي لعب واحد ديك الرياضه نسيت سميتها مانيش عارف سميتها، دونك المهم الموضوع ديالنا هو على اليوتيوب وهو كيفاش تلفت كاع واش هو الموضوع. الموضوع ديالنا هو زعما على كل نهار فيديو ولا كل سيمانه، دونك بغيتكم انتم تقولوا لي يعني النهار اللي يقدر يناسبكم اكثر. اكثر نهار كنظن انه كيناسب هو نهار الاربع ولا الخميس، كما قلت لكم الخميس، الخميس كنظن هو النهار اللي زوين، وكثير شي في هذا رمضان. انايا رمضان درك رمضان هو فيه شويه ديال الصرف باش نجيو صلالو، رمضان فيه الصرف في الفيديوهات، ولكن الحاجه اللي ماشي فيه زوينه ولا زوينه هي حاجه زوينه في الحقيقه بالنسبه لينا حنايا كمبتدئين، عاد دخلنا اليوتيوب وعاد مازال ما عندناش متابعين اللي بزاف، انه صعيب باش الفيديو ديالك يوصل للناس في ظل هذا المحتوى اللي بزاف في يوتيوب في شهر رمضان، لان في شهر رمضان راه شحال الناس كيلونسيو كل نهار، هو السي بي ام في شهر رمضان كيكون طالع وكيكونوا بزاف ديال الناس كيلونسيو كل نهار فيديو، وبزاف ديال الشركات اللي كيديروا فيديوهات وبزاف ديال الشركات اللي كيديروا اشهارات، دونك كيكون السي بي ام طالع بزاف، وهذا الشيء علاش كتشوفوا الفيديو. المهم شوف الله يلا باص دونك هذا الشيء علاش ان شاء الله كل سيمانه غادي يكون فيديوهات اللي حسن باننا نبقاو كل نهار. هذا النهار الجو يا سلام داك الشيء واعر بزاف، باين غادي تكون فيها شي شتيوة ولا، دونك بلا ما نطول عليكم بزاف في هذا الفيديو، هذا فيديو ما يستاهلش اننا نطولوا فيه لان واحد الموضوع اللي ناقشناه بالزربه، وانتم غادي تعطوني الاراء ديالكم في لي كومونتير. سو المهم الا كنت مازال ما اشتركتش في القناه ما تنساش هو الدروك تشترك في القناه، ولا عجبك الفيديو ما تنساش تخلي لايك وتهلاو فراسكم حتى الفيديو جديد. يلا باي.